الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في حلقة جديدة اللي غادي تكون على سوق القصابين، وهو أحد الأسواق اللي كانت كتزدهر فيه الصناعات القصبية اليدوية التقليدية بكل مهارة وإتقان، وكتعطي لمدينة مراكش طابع متميز وأصيل. هاد الصورة اللي قدامكم تخدات في سنة 1923، وكتبين سوق القصابين والمكان ديالو فين كيتواجد على مشاريف درب ضباشي والقرب من سوق السمارين وبمحادات مسجد خربوش بساحة جامع الفناء قبل بناء الصومعة ديالو. وفي خلفية الصورة كتظهر صومعة مسجد بن يوسف، وهذا السوق هو اللي كيحتضن الآن المحلات الشهيرة لبيع اللحم المشوي أو الشوى بمعيات محلات بيع الزيتون. أما تسمية القصابين في حد ذاتها فكيرجع بعض المؤرخين إلى وجود سوق للقصاب ومنتجاته، وهو اللي كيبان جزء منه في الصور اللي كتشوفوها. وحسب بعض المؤرخين أن التسمية كترجع لقرون قبل هذا التاريخ، وبالضبط للعصر ديال الموحدين، حيث تحتضن هذا المكان أي سوق القصابين سوق للجزارة إبان ذاك العصر. وكيتحكى بلي كانت ساقية دايزة ديال الماء وقدام ورشة القصابة، وبقاو بعض الحرفيين في هذا السوق حتى الأواخر الستينات ومطلع السبعينات من القرن الماضي. وأخير معلم توخر فيهم في هذا السوق هو السي إبراهيم. ومن المنتوجات اللي كانت كتصنع من القصب في هذا السوق كنلقاو الأنواع ديال السلال، التوح، والكونة ديال القصب، والقرعة ديال الزيت مغلفة بالقصب، والقفز ديال الدجاج، والكثير من الأثاث المنزلي. أحبائي حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. كالعادة دعموا قناتكم بالاشتراك والضغط على زر لايك وتعليق، يحفزنا. دمتم بألف خير.